مين يقدر يدي الجناح؟ سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم تاه وراح، ويبص فاق سهول الوصول، تلقى الوصول ما فيهوش سحاب، دول خطوتين في طريق متاح، هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح، رجلك هنا وحلمك هناك، وخطوط أمل شحنك حماس، بتدور على حلمك في ناس، والحلم ده جايلك بالمقاس، لو بس قدرت يكون متاح. بكرة ابتدى أول ما جيت، هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، الفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصة نقلة حل حال، الفرصة شيء من شيء متاح. شركة استادات الوطنية بدأت دلوقتي تغير شكل بكرة من خلال مشاريعها الرياضية والإعلامية في كل مصر. أندية سيتي كلاب 16 نادي في 16 مدينة مختلفة، تم تشغيل 6 أندية منهم و17 ألف عضو. شركة سكاي دايف فيروز أول شركة لرياضات القفز الهوائي في مصر، وشركة بريزنتيشن لايف القائمة على تطوير وتشغيل قناة النادي الأهلي، أفضل قناة رياضية متخصصة من مهرجان الفضائيات العربية، والاتحاد بين البريد المصري واستادات الوطنية اللي هيغيروا محور صناعة الرياضة والإعلام الرياضي وفقاً لرؤية 2030. بكرة ابتدى. ممارسة الرياضة حق الكل مصري، وما كانش ينفع نشوف المصريين بينهم وبين حقهم ده ألف سد. عشان كده شركة استادات الوطنية اتحركت لإنشاء أندية سيتي كلوب، وفي مارس 2020 بدأت مهمة تمهيد الطريق لجيل بكرة بتوقيع اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة. استلمت شركة استادات الوطنية 16 استاد محلي في 16 مدينة مختلفة في مصر من جنوبها لشمالها، عشان تبدأ قصة سيتي كلوب، قصة كل رياضي موهوب خارج العاصمة في مصر. طورنا في أقل من سنتين أندية ومنشآت رياضية على مساحة 219 ألف متر مربع، فيهم 75 ملعب لرياضات مختلفة وصالات مغطاة وجام ومطاعم ومناطق للأطفال، وأنشأنا أكاديميات في 13 رياضة جماعية وفردية، كرة القدم، السلة، الطايرة، اليد، السباحة، الجمباز، السكواش، التنس الأرضي، الكاراتيه، الجودو وألعاب القوة، وفيها وصلنا لاحتضان 5696 مشترك. واتأسست الأكاديميات على إيد 31 من نجوم الرياضة الحاصلين على بطولات عالمية وأولمبية زي هاني رمزي وعبد الواحد السيد، وكمان زي ضياء السيد وعصام الحضري اللي تعاقد معاهم المنتخب الوطني، وزي مهند مجدي وفريال عبد العزيز في الكاراتيه، باسل الغرباوي وهشام مصباح في الجودو، احمد الاحمر واحمد صلاح وحسن يسري وطارق خيري، ونجوم كتير جدا من منصات التتويج لاكاديمياتنا عشان ينقلوا خبراتهم لمواهب سيتي كلوب. غير 450 مدرب محترف من افضل المدربين في مصر في كل الالعاب موجودين في التدريبات يوميا. ولأننا بنفكر في بكرة ومؤمنين بالتطوير والشمول المالي، وقعنا بروتوكولات مع شركة بيل المدفوعات الإلكترونية وإي فاينانس وشركات كتير غيرهم عشان تكون كل تعاملات الأعضاء في النادي ذكية، وبروتوكول مع شركة جرين لبيع منتجات ستاربكس في كل فروع سيتي كلوب، ونظمنا حفلات مجانية في الفروع عشان يكون نادي رياضي اجتماعي ترفيهي متكامل، وقدرنا نوصل النهاردة ل 17 ألف عضوية عائلية في أندية سيتي كلوب، بنخدم بيهم 60 ألف عضو بيعيشوا في 6 أندية تم افتتاحهم أوقات ما كانوش بيعيشوها قبل ما ندخل المدن دي، بيتجمعوا ويمارسوا رياضتهم في أمان وبأعلى وأفضل المعايير العالمية وتحت إشراف مدربين محترفين وبأسعار مناسبة جداً ليهم. المشوار لسه طويل،
بس الهدف يستاهل كل نقطة عرق وكل دقيقة سهر بنبذلها عشان نحققه، إن كل مصري في كل مدينة وفي أي سن يقدر يمارس الرياضة. ده مش حلمنا، ده واجبنا ناحية جيل بكرة. أندية سيتي كلوب من شركة السادات الوطنية لجيل بكرة. أحياناً بتسأل ليه نتفرج على قناة الأهلي؟ مفيش نجاح بالصدفة. من البداية قناة الأهلي عارفة هدفها، قلوب وعقول الجماهير، إعلام واقعي وطفرة في الإعلام الرياضي. في قناة الأهلي أفضل التقنيات العالمية، سهرات يومية وأسبوعية مع ألمع نجوم الرياضة والفن. هات قناة الأهلي هتشوفني. أقوى مباريات الألعاب الجماعية، الدوريات الأوروبية، التغطيات الحصرية، أكثر القنوات مشاهدة على اليوتيوب، وعدد مراسلين في جميع أنحاء العالم، من العاصمة النمساوية، من باريس، واشنطن، لندن، جوائز محلية وعربية، تغطية أقوى الأحداث والمؤتمرات، فريق عمل متكامل في البث الفضائي والإنتاج الفني. ومش بس كده، بنعرض لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي دائما، برنامج الأهلي في المونديال مختلف. نفس الكلام اللي اتقاله أو اتاخد من تصريحات الكابتن محمود الخطيب، هي من الواضح إنها سياسة عامة والكل بيمشي عليها. إحنا قناة الأهلي كيان له تاريخ، إحنا صوت الرسمي لأعظم نادي في الكون، إحنا صوت أعظم نادي في الكون. إطلاق قناة مدرستنا الثانوية العامة. يسعدني شخصيا ويسعد وزارة التربية والتعليم كلها ان احنا نقدم لحضراتكم للسادة اولياء الامور والسادة الطلاب محطة تانية من مجموعة مدرستنا اللي اطلقتها الوزارة هذا العام كمصدر اساسي من مصادر التعلم اللي متاحة لاولادنا في مصر كلها. انتاج المواد التعليمية بتقنية الواقع الافتراضي، شرح جميع المواد الدراسية للطلاب الثانوية العامة، والجات 90 ناقص 6 هي الصف 3 على 5. هنبدأ بأول مهارة تهمني اللي هو الإشبريشن، التحدث. انطلاقة جديدة للسياحة الرياضية في مصر. I'm not afraid.